أقول أن المسجد بفضل الله تبارك وتعالى هو الجامع، كما حتى يطلقون عليه بنفس اللفظ في بلاد المشرق، هو الجامع يجمع شتات الجالية المسلمة على ما يقربهم اجتماعيا ودينيا وسياسيا وتعليميا وشبابيا، كافة يجمع الشتات، الجميع يأتون إليه فيصلون ويأكلون ويشربون ويلعبون ويتعارفون ويتناكحون، ومن كانت لهم مشاكل ومن كانت لهم أشياء تحل كلها في المسجد بفضل الله تبارك وتعالى. هو مكان يلتقي فيه المسلمون جميعا، بل أقول أزيد على ذلك وأقول هو المنبر الإعلامي الذي من أراد أن يتعلم عن الإسلام خاصة في بلد مثل بلدنا ليست بالكبيرة يأتي إلى المسجد، يهرع إلى المسجد، ولنا ويب سايت ولنا جميع الأنشطة تبث بشكل مباشر، ويأتينا بفضل الله تبارك وتعالى إعلاميون يغطون أحداثنا، وكثير من البشر العاديون يأتون إلينا. يعني أنا في بداية رمضان أتى إلي الجيران، قالوا أتينا فقط نهنئكم، نحن نعلم أن هذا الشهر هو شهر رمضان وأتينا نهنئكم. فنحن نحاول أن نستخدم المسجد أيضا كمنبر إعلامي نصل من خلاله إلى المحيط الذي نعيش فيه. شكرا يا عاصم. فالناس حين يسمعون من المسلمين رأسا بلا وساطات وليس من غيرهم، يسمعون منهم مباشرة، يأتون إليهم، يدخلون في مساجدهم، كثير منهم يأتون إلينا فيعجبون جدا يعني بنظام الصلاة، بنظام النظام الاجتماعي الموجود، كيف نصوم ونفطر معا، وخاصة مسألة الصلاة والاصطفاف جميعا، ليس بين الناس فرق، الكتف في الكتف والقدم في القدم، الكبير بجانب الصغير والأسود بجانب الأبيض، وكافة الطوائف وكافة الأشكال. الحقيقة هذا منظر يؤثر فيهم بشكل بالغ. فحين ننفتح على الناس من خلال المسجد وندعوهم، أنا أصر على أن أدعوهم، المسجد مفتوح، هو ليس للمسلمين فقط، تعالوا. فكثير ما دخل إلى المسجد أحد فيما أعلم إلا وخرج بانطباع باهر، خرج يتكلم ينافح عنا، خرج يدعو لنا، يدعو إلى الإسلام. يعني هؤلاء الذين يهاجموننا هم هؤلاء هم خط الدفاع، يقولون لا، نحن ذهبنا إلى مسجدهم وتكلمنا مع إمامهم وتناولنا الطعام معهم، هم قوم يعني فيما نعلم يقولون كلام في غاية الروعة بفضل الله تبارك وتعالى بأفعال بسيطة، أنا أزعم أنها بسيطة. فأنا أبشر الجميع بهذا الشيء وأقول إنه المسلمين في الغرب هم دعاة وهم على رأس على في مقدمة الجبهة للدعوة إلى الله تبارك وتعالى، بأن يعيشوا الإسلام فقط روحا وعبادة وعملا أمام الناس. الناس لا تريد منا خطب، الناس تريد منا ابتسامة الإسلام، إتقان العمل الإسلام، أن يكون الجار فعلا مسلم. المسجد له يعني هو القلب النابض للكوميونتي، لأنه هو مركز العلاقات الاجتماعية في داخل الكوميونتي. هناك تجمعات دائمة وندوات دائمة بحيث أن يتعرف الكوميونتي أعضاء الكوميونتي لبعضهم البعض. وطبعا هذا لا تقتصر على الجانب الديني، وإنما على الجانب الترفيهي وعلى النوادي الرياضية و أنشطة تتعلق بالأولاد، تحفيظ القرآن أو ألعاب الرياضية. فالمسجد يلعب دور الجامع للكوميونتي والرابط الأساسي اللي بيزيد أواصر العلاقة والروابط بين أعضائه. أو المسلمين في أمريكا تعدادهم ما بين 1 إلى 1.5%، فنحن يعني أقلية، ولذلك من الضروري أنه يكون المسجد البيت الثاني للعائلة. فنحن نريد دائما أن نجمع أعضاء الجالية ضمن المسجد لكل أنواع النشاطات. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويأتيك صراطا مستقيما. 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. احنا شاب ونشأ في المسجد، فبنحاول انه كل الايفنتس وكل البرامج اللي نعملها تكون اساسها في المسجد ونرجعهم لهذا المكان.
من ضمن الأنشطة اللي بنحاول نعملها للأطفال هي ممكن تكون أي شيء ينمي فيهم الـ social consciousness، مثلا تنظيف الشوارع أو تنظيف المسجد حتى، أو ننزل للداون تاون ونطعمي الفقراء الهومليس. ممكن نحن نساوي هالأمور as a family، كعائلة منفردة أو كمجتمع، أو ممكن نجمعهم لدرس دين، ممكن نجمعهم لحفظ القرآن ولفهم القرآن، ممكن نجمعهم بس حتى يلعبوا. فالأمهات بيجيبوا الأولاد ويعني بيجيبوا الأولاد حتى يلعبوا مع بعض ويصير عندهم الصحبة الصالحة بين المسلمين، وهذا الشيء بيمنعهم أنه يتعرضوا على شغلات ما هي كويسة، أو طبعا كمسلمين نحن ما بنحبها أو هي حرام مثلا. فلما بنعطيهم البديل الأحسن فبنثق أنه بإذن الله تعالى بيربوا في على سبيل الحق وفي الشيء الصح. Yeah, did you already come to the island? No. We have to pray.